السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين، نهار جديد وفيديو جديد، ومرحبا بكم معايا خوتي داخل المغرب وخارج المغرب. اليوم غنتشارك معاكم حريشات صغار ديال البلبولات الشعير، وبقاو معايا خوتي. كما شفتوا عندي هنا البلبولات الشعير، نقيتها وغسلتها، درت لها الماء الطايب، خليتها واحد شويه. دابا كي جاتها على هذه الطريقه هذه، بغا نزيد معاها غير شويه د السميده، واحد 4 د المعالق. اللي بغى يدير السميده، اللي بغى يدير الطحين، حتى الطحين كيجي فيها زوين. وغندير الخميره حبوب، ملقه ما عامراش، وغندير شويه من هاد الخماره باش تجي هشيشه زوينه. وغندير شويه الملحه، وغندير واحد جوج معلقات الزيت بلديه، دابا غادي نخلطها. دابا غنزيد لها شويه د الماء، غير شويه حيت راها فازقه باش تخلط لها ديك الخميره والسميده. دابا خوتي انا بديت كنقاد هاد الحريشات الصغار على هاد الطريقه هكا، راني درت وحده ها هي، نديرهم غير صغار باش ما كحيت هي صعيبه في الطياب ديالها باش ما كتفرتتش، نديرهم غير هكا صغورين. هكا كندير عليهم هاد السميده هادي نيت البلبوله نيت هي، كندير هكا يابسه. هانتوما خوتي كنرشو هكا بشوية السميدة، البلبولة ماشي السميدة، البلبولة النيت ديالها هاهي. غنحطوها في المقلة، هكا صغار كيجيو زوينين احسن من الكبيره اللي قد على شي حاجه ياكلها.
دابا خوتي الحريشات ديالنا هما كيطيبوا، غادي نقلب هاد الجوج المزالين غير شويه باش ما يتفرتتوش. كيبقاو هكا، كنبقى ندير لهم هكا حتى كيطيبوا كاملين. زوينين اخوتي مع شي براد اتاي وزويته بلديه، احسن فطور واحسن كاسكروت، كيجيو غزالين. خصوصا الصباح للفطور احسن حاجه للفطور. غنبقاو هكا حتى يطيبوا لي هاد الحريشات، وبقاو معايا اخوتي. الحريشات ديالنا اخوتي واجدين، ها هما راه كيشدوا الطياب شويه، خليتهم طابوا على خاطرهم، طابوا مزيان كيجيو على هاد الشكل هذا. ها نتوما غنقطع لكم وحده، راه كيجيو رطب، ها كيجيو هشاشين ورطب، ما كتجيش قاصحه. نتمنى يعجبكم اخوتي ويعجبكم هذا الفيديو، وتحيه لكم كبيره اخوتي بزاف، وبسلامه عليكم، وتسناو فيديو جديد ان شاء الله.